اليوم راح أتكلم عن الأوبر. الأوبر يعتبر من يعني الأعمال أو الشغلات اللي معظم القادمين إلى كندا يشتغلون فيها، يعني يمكن 90% 80%، لأنها تعتبر من أسهل الشغلات اللي واحد ممكن يشتغلها، والوقت فليكسيبل، ممكن بأي وقت تشتغل ما تشتغل حسب وقت فراغك، ممكن تشد على نفسك، ممكن يعني أنت حر في العمل فيها. طبعا مسموح لك في اليوم 12 ساعة فقط. الشرط الأول لازم عندك فول جي. بالنسبة للسيارة، إذا تشتغل ركاب فيكون موديل السيارة 10 سنين، وإذا تشتغل توصيل فيكون السيارة 20 سنة مسموح. طبعا كنصيحة يعني من اللي شفته، إذا تيجي تشتغل توصيل يفضل تكون سيارة صغيرة، يعني لأنه ما أنت تحتاج نفر واحد هو فقط، يعني فما يحتاج أي سيارة كبيرة، يعني كل ما كانت أصغر مصروفها أقل وتتحمل الفرات الكثير، يعني هاي القصد منها كنصيحة يعني أو بشكل عام. في حال تيجي تشتغل ركاب، يعني مجرد هي نصيحة شخصية أو عن رأي شخصي، ركاب اشتغل بالسيارات الكبيرة، الكبيرة أقصد السبع راكب فأكثر، لأنه يكون أنت في الأخير راح تسوق نفس المسافة إن سقتها بسيارة صغيرة أو كبيرة، لكنه الأجرة تصير تقريبا ضعف، كل ما كبرت السيارة الأجرة ممكن تكون ضعف فيها، فأكيد يعني راح يكون دخل فيها أكثر. مثل ما قلنا باليوم مسموح لك 12 ساعة. طبعا في شغلة أخرى اللي ما عنده سيارة، في طريقتين. الأولى فقط لتورنتو، شفتها متوفرة، اللي هي سيارات تسلا عبر برنامج اسمه أوتوز، AO2OUZ على ما أذكر. يأجروا لك سيارة التسلا بالساعة من 7 دولارات إلى 8 دولارات ونص بالساعة. طبعا تشمل أيضا صيانة السيارة، وتشمل يعني صيانتها والشارج الشحن، لأنه سيارة تسلا شحن، سيارة شحن. أنت فقط يعني تحجز مسبقا وتدفع قيمة المدة اللي حجزتها بالساعة، مثلا أظن أقل شيء 6 ساعات أو 4 ساعات تحجز، وأتوقع أكثر شيء 12 ساعة تحجزها وتشتغل فيها، تكمل ترجع لهم إياه. طبعا أيضا يعطوك بارك مجاني، يعني مكان توقف فيه السيارة. بس هاي الخدمة في كندا بس، في تورنتو موجودة، وفي أمريكا أظن بأروع مناطق أخرى. في طريقة أخرى اللي هي هيدزينر، شركة تأجير السيارات، أيضا ممكن يأجر لك السيارة تقريبا ب 250 دولار في الأسبوع، هذا كخيار آخر. طبعا كتوصيل يعني ممكن سيارة ب 3000 4000 دولار تشتغل فيها، يعني 3000 4000 دولار كشخص في كندا ما يعتبر مبلغ كبير، فممكن الواحد يبدي فيها. فهاي من أهم المعلومات اللي حبيت أعطيها طبعا عن أوبر. أيضا تقريبا كبداية، في البداية طبعا كل ما اشتغلت في أوبر حتصير عندك خبرة أكثر، وحيبدي يرتفع عندك أنا طبعا جربت، أتكلم عن تجربة بلشت فيه من كم يوم. بالبداية تقريبا في الساعة طلع ما بين 18 إلى 20 دولار، هذا في حال أنه أنت تصير تختار التربات اللي تكون غالية، يعني في تربات رخيصة وفي غالية، أنت تختارهم، يعني اللي يعجبك سعره توافق عليه، اللي ما بيعجبك ما تختاره. فإذا اختارتها توصل 18 19، طبعا نقول منهم دولارين ثلاثة يكونوا بنزين. ف يعني واحد يحسب أموره فيها. طبعا في هالحالة نقول، إذا رجعنا نقول تكلفة صيانة السيارة، قيمة السيارة، استهلاك السيارة، زيت السيارة، في الأخير أنت حتكون أقل من المينيموم ويج اللي هو الحد الأدنى للأجور. يعني باختصار أنت لو تشتغل أي شغل آخر ثابت حيكون أفضل لك من السيارة. من طبعا في الأخير الناس، في كثير ناس تفضل الأوبر للفليكسيبل، يعني عنده يوم فراغ، عنده يومين فراغ، عنده 3 أيام فراغ، عنده ساعة فراغ، عنده ساعتين فراغ، تظل عنده كمهنة تعتبر ستاند باي بالوقت اللي يعجبه. هاي شو اسمه، بعض الأحيان طبعا يعطون أوفرات، هم هذه الأوفرات بعد ما تشتغل فترة معاهم، يعني عادي أسبوع أو أسبوعين تبلش معك الأوفرات. الآن راح أوضح بعض النقاط اللي يريد يبلش كمبتدئ.
أهم شيء تنتبه للعناوين، لأن كلها بالأرقام، وأيضا أسماء من تستلم الأوردر، الأسماء اسم الزبون اللي تستلم له، وأيضا رقم الطلب، حتى ما تصير لخبطة ومن تسلم نفس الشيء، خصوصا من تسلم أكثر من طلب تنتبه بالتسليم والاستلام للأرقام والأسماء. أيضا في حاجة اللي هو يسمونه البين كود، في بعض الناس من تيجي تسلم حاط كلمة سر، فلازم تدخل كلمة السر طبعا تسأله إله هو للشخص نفسه للبين كود يعطيك إياه، حتى لأن هو حاط هذا الرمز يتأكد أنه هو اللي استلمه شخصيا. بس أيضا في حاجة اسمها البز، هاي في العمارات اللي يكون فيها طوابق يعطوك البز. البز هو حتى تتصل، يعني الحاكية الانتركوم تتصل على، بعد ما تدخل عمارة تتصل على الشخص نفسه يفتح لك الباب وتدخل عليه أو تسلمه، حسب اللي هو التعليمات اللي كاتب لك إياها في البرنامج نفسه. شغلة أخيرة أحب أنبه عليها، كل شخص يسجل جديد إذا ينعمل له ريفير، يعني إيش نقول، مثل كوبون يعني من شخص آخر، ما بعرف مين اللي يستلم منهم $200، فيعني واحد يستفيد من هاي الميزة بما أنها موجودة من أوبر. طبعا أنا مستعد أقدمها مجانا لأي شخص، يعني إذا كانت هي تيجي إلي فأنا بعطيه إياه، وإذا كانت هي تيجي إله فحلال زلال عليه، يعني لأي شخص كان، يعني بعرفه ما أعرفه، يعني في الأخير هو صاحب الأكاونت مش أنا يعني. هذه كمان، أو إذا يعرف أي صديق يقسموها بينهم، يأخذها إله ويعطيه إياه، يعني هي في الأخير هدية من شركة أوبر ممكن يستفيدوا منها. الآن طبعا راح أشرح على برنامج الأوبر للتسجيل، وبعضها أيضا بعض التفاصيل على البرنامج نفسه. اللي يسجلون على أوبر في برنامج أوبر، سواء أوبر إيت أو أوبر درايف أو أوبر إكس اللي هو للركاب، أوبر إيت وأوبر درايف اثنينهم حيحتاجون لترايتون اللي هو الباكراوند تشيك أو السكيورتي، يعني الخلفية الجنائية. طبعا يبعث لك إيميل أوبر يطلبها منك، وبعدين تحمل هاي الشهادة على برنامج أوبر. لترايتون اللي هو ترايتون كندا تدخل عليها ريكوست باكراوند تشيك، تضغط عليها individuals يعني فردي، تختار الفردي start your check now، طبعا بعد ما تدخل عليها الاسم الاول، اسم الثاني، الايميل، تاريخ، مكان ولادتك، بلد ولادتك، الاسم الاوسط، الاسم الاوسط او اذا عندك اسم اخر، ما رقم التليفون، تاريخ ميلادك، الجنس، وبعدين اي اجري، خليها نون فون. اذا تريد نسخه ورقيه من السكيورتي تشيك وتقول له التالي. الان هذا السكيورتي تشيك، هذه في كل الحالات حيطلبوها منك. طبعا يعني اذا طلبت اثنين هم ايضا ممكن يطلبون نسختين، طبعا حتجيك مباشره على الايميل، ما بتطول يعني ممكن نص ساعه ساعه وتوصلك. المتطلب الثاني اللي يطلبون منك اوبر ايضا، اللي هو دوره، هذه دوره خاصه بالاشارات المروريه الخاصه بتورنتو، يعني فقط اللي هم يقودون للركاب، يعني شيل ركاب داخل تورنتو او حواليها، حتنطلب منهم. طبعا ايضا اوبر اللي حتبعث لك هذا الايميل وحيقول لك هذه المعاهد السته، اعمل دوره مع اي واحد فيهم. طبعا هاي المعاهد معظمها الدورات اونلاين، لكن الامتحانات مش اونلاين. اول معهد اللي هو ب $74، هذا الدوره اونلاين، ولكن الامتحان لا، يعني تروح تحضر بنفسك، تاخذ موعد اونلاين وتروح تمتحن. ال79 هذا الدوره اونلاين والامتحان اونلاين، يعطوك مرتين فقط، تحاول مرتين، لو رسبت ترجع تدفع $50 وما اعرف كم مره يعطوك، بس هذا الموجود. ال85 لا، هذا ايضا الدوره اونلاين ولكن الامتحان ايضا مش اونلاين، البقيه ما شيكتهم. طبعا تعمل الدوره وتجيك ايضا شهاده فيها، يعني هي فيديوهات تحضرها
تفهم الإشارات وبعدها يعطوك أسئلة عليها تنجح فيها وتجيك الشهادة. الشهادة أيضا ترفعها على موقع أوبر، وبالتوفيق. ملاحظة أحب أضيفها على موضوع الأوبر، تقريبا الناس اللي اشتغلت وصال لهم فترة، يعني يقولوا من يوصل إذا تشتغل في اليوم 10 ساعات 12 ساعة باليوم $250 إلى $300 يوصل، طبعا خصوصا الباسنجر. أما إذا ركاب إذا إيت $200 مش أكثر.